للخطيب وأنا هلأ أخذ السيارة من أربيل على بغداد. الرحلة تقريبا لازم ما تاخد أكتر من 4 ساعات. خلينا نترافق أنا وياكم ونشوف كيف رح تكون الطريق. نحنا هلأ بكركوك. خبرني يا إبراهيم كيف الوضع، السيطرات كيف الوضع على هالطريق؟ أمان؟ أمان. طلع بالوحدة بالسنتين بالثلاثة بالليل والشمال. إحنا نطلع بالوحدة بالليل بالسنتين بالليل من بغداد الأربيل، ونرجع من أربيل لبغداد هم بالليل والشمال. طريق سالك، سيطرات هواية الحمد لله، والمطاعم بالطريق، كل شيء موجود. الوضع تغير عن قبل هواية. يعني قد بتاخذ معك الطريق؟ الطريق يعني حسب الظرف مال الطريق، اذا اكو حادث بالطريق متاخر، اذا ماكو 4 ساعات، 4 ساعات وربع تقريبا من بغداد. كم سيطرة في على الطريق من اربيل لبغداد؟ من أربيل البلدة تقريباً بهم 11 سنة. مين مستلمة؟ جيش وشرطة وحشد. في بعد حشد ولا لا؟ بس جيش وشرطة، ما في حشد على الطريق، بس هو عدد السيطرات هواي لأن المساحات اللي تشوف فيها مساحات مفتوحة. اي يعني على مود يسيطر على الطريق، إذا تصير مسافة بين سيطرة وسيطرة بعيدة يصير طريق مخترق. فهذا السبب شوفين سيطرات هواي، والحمد لله فتح الطريق وليل ونهار. يعني شوف ما عندك مش موتبي الشمال. هاي القهوة يلي خبرنا عنها. كيف تعملها؟ واضحة عندي جمر شاي. هذا يحكوا الجمر. هلأ وين صرنا؟ بالعظيم. يعني قد بدنا على بغداد؟ 3-4 ساعات. اوه يسلموا ايديك. شو هالقهوة الطيبة؟ هذول للصبح 24 ساعة. 24 ساعة بالنهار عوائل، وهاي الشارع هذا متروس، وبالليل بضلهم ايه للصبح. ونحن هلأ صارت الساعة 6:30 بالليل وبعدنا على الطريق، والحمد لله الطريق آمنة وعم نشرب قهوة طيبة. وهلأ دخلنا أخيرا على بغداد. صارت الساعة 8، يعني نحنا صرنا 7 ساعات ونص على الطريق. ما بسترجي أقول مرقوا بسرعة أو مثل الحلم، لا مرقوا كتير طوال. ونحنا دخل أبو هذا السطور والدقيق السيطرة. يلا هلا وين عم نطب؟ طبينا نكاب بالمنطقة الخضراء. شفت العالم شلون عايشة حياتها برا؟ وين المنطقة الخضراء؟ الرحلة أخذت 8 ساعات بالسيارة، بس وصلنا والحمد لله بكل خير. إيه بس ستورة كانت قطوعات عندنا ومطر قطع بالجسر كان مزبوط. جسر شو اسمه كان؟ جسر داقوق. دقوق كم؟ ساعتين ونص احنا واقفين.